ومعنا في الاستوديو سيد احمد والبابا الصحفي ومتابع للشأن الرياضي في موريتانيا. اهلا وسهلا بك. اهلا بك حياك الله. هل بالامكان ان يتجاوز منتخب المرابطون منتخب جنوب السودان برايك؟ طبعا هو امل لدى الشارع الموريتاني والشارع الرياضي. اعتقد ان موريتانيا قادر بعون الله على تجاوز منتخب جنوب السودان. صحيح ان منتخب جنوب السودان هو منتخب شاب يعتمد بالاساس على المحترفين في الخارج بحكم ضعف الدوري داخل جوبا. ينشط في الدوري فقط حوالي 7 فرق محلية، ولكن أغلب السودانيين مهجرين في الخارج كانت لديهم أنشطة رياضية. ولكن مع ذلك موريتانيا على الورق أقوى بالفعل من جنوب السودان، لديه القدرة على تجاوز جنوب السودان. أعتقد أنها محطة بعون الله سنعبرها، خصوصا أن الذهاب في جوبا والإياب سيكون في نواكشوط. والمنتخب الموريتاني عودنا خلال السنوات الأخيرة أنه لا يهزم على أرضه، هكذا قالت الأوراق المعطيات على الورق كما قلت. في حال تجاوز المرابطون منتخب جنوب السودان، هل تعتقد أن بإمكانه الفوز على منتخب تونس؟ في عالم الكرة القدم كل شيء ممكن. موريتانيا خلال السنوات الأخيرة حاولت أن تعود إلى الواجهة الكروية، حاولت أن تكون ضمن المنتخبات التي يحسب لها حسابها في القارة. صحيح أن التحدي كبير، وأن منتخب تونس من أكبر المنتخبات القارة الإفريقية. نتحدث عن منتخب تأهل إلى كأس العالم 1978، تأهل إلى كأس العالم 1998، تأهل إليها سنة 2002، تأهل إليها 2006، وهزم منتخبات من المكسيك وعادل منتخبات عريقة في أوروبا وأفريقيا وآسيا. وبالتالي هو ليس منتخب سهل، خصوصا أنه توج بكأس أمم أفريقيا 2004 وكاد أن يتوج بها خلال السنوات الأخيرة بفاعلية مشاركه. ولكن عموما موريتانيا التركيز الآن هو على تجاوز جوبا، وهي المحطة الأولى في عالم الكرة. إذا تم تجاوزه وانتقلنا إلى المرحلة الثانية سنكون فعلا أمام التحدي الكبير، وهو دخول على المجموعات. وأعتقد أنه سيكون إنجاز تاريخي إن تم، خصوصا أن منتخب تونس ليس من المنتخبات البسيطة كما قلت لك. هؤلاء يمتلكون تجربة كبيرة. مجمل اللاعبين الذين ينشطون الآن في المنتخب التونسي هم إما في الدوريات الأوروبية أو الدوريات العربية، خصوصا الدوري القطري والدوري الكويتي مع 2 أو 3 من النادي الترجي التونسي. وبالتالي التحدي أكبر، ولكن الطموح أيضا يظل مشروعا وقائم. نحن هنالك فارق طبعا يميل لصالح تونس على الورق هذه المرة، ولكن مستوى اللاعب مستوى الثقة لدى الموريتانيين أعتقد أنها تؤهلهم إذا تجاوزوا جوبا أن يطمحوا بدخول المجموعات. صحيح أن الفار كما قلت لك شاسع، نحن نتحدث عن منتخب أعماره تتراوح بين 25 يعني تونس إلى 34، لديهم تجربة طويلة إقليميا وقاريا ودوليا، ومنتخب آخر يتلمس خطاه في سبيل كرة القدم. ولكن خلال المباريات الأخيرة التي شاهدناها أمام الكاميرون، خلال مباراة أمام السنغال، خلال مباراة أمام، نحن نتحدث عن جيل يمتلك الإرادة، وأعتقد أن فرص التأهل إلى دور المجموعات تظل قائمة. لنفرض أن منتخب المرابطون فاز على جنوب السودان وتونس ووصل دور المجموعات، هل بالإمكان أن يواصل، خصوصا أن دور المجموعات لا يوجد فيه بالغالب فرق ضعيفة؟ حتى لو نحلق بعيدا من الطموح، نحن لا نتحدث عن الجوله الاولى والجوله الثانيه، نتحدث عن مواجهه جوبا وهي مواجهه قويه ونتمنى ان نتجاوزها. ستكون خلال الشهرين. المنتخب عموما الذي الجاهزيه لذلك سيخوض معسكر تدريبي سواء بلاعبيه محليين او لاعبيه الذين يشطون في الدوريات الاوروبيه. هناك ايضا الدوري الموريتاني سينطلق، وهذا يساهم جدا في رفع معنويات اللاعبين المحليين الذين سيشاركون. هنالك طموح بان يتم تجاوز جوبا، ثم بعدها نتحدث عن تونس نوفمبر. واعتقد ان تونس هي المحطه الاهم اذا تم تجاوزها كرويا. أغلب الفرق الأخرى هي فرق في المتناول. نحن إذا نتحدث عن تونس نتحدث عن بطل إفريقيا، نتحدث عن منتخب يضم أغلب نجوم القارة، حتى لا نقول خيط نجوم القارة بعد كوت ديفوار طبعا والسنغال ومالي وغانا. وبالتالي إذا وصلنا إلى دور المجموعات يكون حقق الموريتانيون إنجازا تاريخيا. نحن خلال مسيرة 11 فرصة أتيحت لموريتانيا منذ تأسيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم 1960 إلى الآن، لم تشارك في 6 كؤوس، لم تشارك أصلا، تعتذر عن المشاركة، و5 مرات لم توفق حتى في تجاوز المرحلة الأولى. وبالتالي الهدف الآن هو تجاوز جوبا، ثم اللعب أمام تونس والعمل على تجاوز تونس لدخول دور المجموعات. أعتقد أنه هو الإنجاز الذي تخطط له الاتحادية الوطنية لكرة القدم، وهو أيضا الممكن في ظل دول قوية وذات خليها تجربة عريقة في عالم كرة القدم. منتخب المرابطون ينافس على 3 بطولات، هل تعتقد أن بإمكانه الفوز بإحداها؟ المنتخب الموريتاني هو الآن ينافس حتى صحيح على 4 تقريبا بطولات، هناك بطولة ودية وبطولة كثير ينافس عليها، ويحاول التأهل وإن شاء الله يتم ذلك في 5 7
5 و13 اكتوبر سيلعب في مالي ونواكشوط من اجل حسم بطاقه التاهل نحو كاس امم افريقيا للاعبين المحليين الشان. واذا تحقق هذا وهو امر ممكن رغم قوه الخصم المالي ستكون ثاني مره يتاهل فيها المنتخب الى الشان، وهو انجاز تاريخي بكل المقاييس ان تم واتمنى ان يتم. هو ايضا سيلعب امام جنوب افريقيا في نواكشوط ضمن تصفيات المجموعه الموحده لكاس العالم رواندا 2017. هو ايضا في نفس الفتره اكتوبر نوفمبر يلعب امام جوبا وامام تونس في مباراه كاس العالم. وهو ايضا قبل ذلك في اغشت 3 إلى 7 يلعب بطوله كوتيف في اسبانيا امام فرق قويه، وخصوصا مجموعه صغيره التي يعتمد عليها مجموعه اللاعبين المحليين وبعض اللاعبين المحليين مع الاكاديميه امام المكسيك السعوديه قطر وغيرها من الدولات العراق التاريخيه. وبالتالي موريتانيا لديها فعلا برنامج مشحون كرويا خلال الاشهر الثلاثه القادمه، ولكن اعتقد ان المنتخب الموريتاني جاهز الحمد لله. حتى الان لا يشكو من اصابات كبيره، لا يشكو من غياب، اغلب لاعبيه جاهزون بدنيا لخوض كل هذه المباراه. برايك ماذا على منتخب المرابطون القيام به من اجل خوض منافسه حقيقيه في هذه البطولات؟ انا اعتقد ان التركيز ينبغي ان يتم على التحضير لكاس امم افريقيا للاعبين المحليين الشان. نحن بحاجه الى ان نتجاوز مالي، اذا استطعنا ان نعود من مالي بنتيجه ايجابيه وبفوز سنضمن الوصول الى الشان للمره الثانيه بتاريخ موريتانيا، وهو انجاز كروي غير مسبوق في تاريخ البلد. وعلى التركيز ينبغي ان يكون على ثم على كاس العالم، اعتقد ان فرص دخول المجموعات اقوى، بينما كاس امم افريقيا 2017 اصعب نتيجه لاننا في مجموعه صعبه كاميرون جنوب افريقيا غامبيا، وبالتالي التركيز ينبغي ان يكون على التاهل للمره الثانيه للشان، وايضا دخول المجموعات بالنسبه لكاس العالم. والبطولات الوديه هي فرصه لتعزيز الخبره والتجربه والاحتكاك بمنتخبات باع في عالم الكره، وهو ممكن. سيد احمد والبابا صحفي ومتابع للشان الرياضي في موريتانيا، شكرا جزيلا لك.